أخي ما توقف، أخي اختطف من قبل الأمن العام. نحذر من التمادي في التحريض على الطائفة السنية. لماذا انفجرت في طرابلس؟ وهل بدأت فواتير الأزمة السورية تدفع في لبنان؟ عم يعتدوا علينا هدول مخلفات النظام السوري. من مارس أعمال القنص؟ وما علاقة الموقوفين الإسلاميين بما يجري؟ ورسالتنا لجميع السياسيين والأمنيين، بدنا الكل يطلع. جولة في السياسة وعلى الأرض على نقاط التوتر مع المعنيين بالوضع الشمالي، لنطرح السؤال ماذا بعد؟ لا يجوز لحزب ولا لسياسي ولا لفريق أن يحتكر شارع أو طريق. تواصلوا مع كلام الناس عبر هذا الموقع وأجيبوا على السؤال التالي. كما يمكنكم تحميل أبليكيشن كلام الناس عبر الموبايل. كلام الناس يناقش ملفات الأمن الطرابلسي المهتز بين جبل محسن وباب التباني الخميس 9:30 مباشرة على الـLBC International. فينيسيا بانك معكم أينما كنتم. أخي ما توقف، أخي اختطف من قبل الأمن العام. نحذر من التمادي في التحريض على الطائفة السنية. لماذا انفجرت في طرابلس؟ وهل بدأت فواتير الأزمة السورية تدفع في لبنان؟ عم يعتدوا علينا هدول مخلفات النظام السوري. من مارس أعمال القنص؟ وما علاقة الموقوفين الإسلاميين بما يجري؟ ورسالتنا لجميع السياسيين والأمنيين، بدنا الكل يطلع. جولة في السياسة وعلى الأرض على نقاط التوتر مع المعنيين بالوضع الشمالي، لنطرح السؤال ماذا بعد؟ لا يجوز لحزب ولا لسياسي ولا لفريق أن يحتكر شارع أو طريق. تواصلوا مع كلام الناس عبر هذا الموقع وأجيبوا على السؤال التالي. كما يمكنكم تحميل أبليكيشن كلام الناس عبر الموبايل. كلام الناس يناقش ملفات الأمن الطرابلسي المهتز بين جبل محسن وباب التباني الخميس 9:30 مباشرة على الـLBC International.